بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العنوان. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي. الأهلي ينفي منع الصحفيين من دخول النادي. والبدر الجماهير سلاح الأهلي في موقعة النجم الساحلي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. تقدم محمود الخطيب اليوم الجمعة بأوراقه أوراق ترشحه لمنصب رئيس النادي في الانتخابات المقررة يوم 30 نوفمبر المقبل، وأصبح الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق ثالث مرشح لمنصب رئاسة القلعة الحمراء بعد محمد ثابت فضل الله والهاني علب. تقدم العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق بأوراق ترشحه على مقعد نائب الرئيس، وتقدم خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي السابق بأوراق ترشحه أيضا على مقعد أمين الصندوق، وكان مصطفى مراد فهمي قد ترشح على منصب نائب الرئيس، وتقدم كامل زاهر لمنصب أمين الصندوق أمس الخميس. تقدم 9 مرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقررة يوم 30 نوفمبر المقبل، وتقدم خالد مرتجي ورامي علواني وطارق أنديل وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي وجوهر نبيل بأوراق ترشحهم في انتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن. وتقدم محمد زكريا سراج الدين ودكتور مهند مجدي ومحمد الجرحي للترشح على مقعد العضوية تحت السن. نفى هاني عبد المنعم المدير مقر نادي الأهلي بالجزيرة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على لسان اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي من منع الصحفيين من دخول النادي اليوم الجمعة. وناشد عبد المنعم الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره، مشددا على أنه لم يدلي بأي تصريحات وأنه سعى مع اللواء شيرين شمس لاحتواء الموقف حتى تم السماح للصحفيين بدخول النادي وممارسة أعمالهم. وأشار إلى أن جميع إدارات النادي تعمل على قلب رجل واحد وتقف على مسافة واحدة من المرشحين لانتخابات الأهلي القادمة، وأن هدفها هو خدمة الأعضاء وتسيير شؤون النادي دون تدخل لا من قريب ولا من بعيد في الانتخابات والمقررة 30 نوفمبر القادم. وإلى متابعة فريق الكرة والاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ميرانه الأخير على ملعب مختار التتش قبل سفر للإسكندرية مساء اليوم الجمعة. ويدخل الأهلي معسكرا مغلق ببرج العرب استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الأربعة في دوري أبطال أفريقيا.
المزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. محمد اهلا بيك، طمنا عن ميران النهارده. تدريب النهارده هو التدريب الرئيسي والاساسي لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه النجم الساحلي. يمكن منذ لحظات انتهى المران الاساسي، التدريب بدا في حدود الساعه 4 عصرا وانتهى في حدود الساعه 5:30. يمكن تمرين كان حوالي ساعه ونص، اشتمل على العديد والعديد من الفقرات. بالطبع هو التدريب الاساسي، خاصه ان الغد سيكون تدريب خفيف في ليله المباراه، فبالتالي كل ما يهم الجهاز الفني في هذه المباراه تم تنفيذه على ارض الملعب وعلى ارض الواقع في ملعب التتش، ما بين تدريبات بدنيه واحماء وتجهيز العناصر التي غابت خلال الفتره الاخيره نتيجه الاصابات وتجهيزهم في بعض التدريبات التكتيكيه، بخلاف مران تكتيكي والاستقرار على تشكيله مباراه النجم الساحلي، وختام مران بتنفيذ كل اللاعبين لركلات الجزاء الترجيحيه تحسبا في حال انتهاء المباراه بتساوي الفريقين في النتيجه سواء في الذهاب او العوده واحتكام الفريقين لركلات الجزاء. فبالتالي الجهاز الفني يعني كان من ضمن استعداده للمباراه ان في جزئيه او في تمرين لركلات الجزاء الترجيحيه، وبيبقى تدريب للاعبين اللي بيسددوا وايضا تدريب لحراس المرمى. ويمكن كانت لفته من الجهاز الفني ان ما فيش لعيب بيطلع من التمرين بعد نهايته الا بعد ما بيسدد ركله الجزاء، وفي حال اخفاقه بيعيد القاره مره واثنين وثلاثه حتى ان يحرز ركله الجزاء، وبالتالي بينتهي التمرين عند هذه الفقره بعد يعني استقرار الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل وبعض الفقرات الهامه جدا في هذا التدريب، وهو الاخير اليوم في التتش قبل التوجه للاسكندريه والدخول في معسكر مورا كفيرو. نعم. طيب محمد، طمنا على اخر الاخبار بالنسبه للاعبين من الاصابه، عبد الله السعيد وليد سليمان وهشام محمد. هو بالطبع يمكن الثلاثي عبد الله ووليد وهشام خلال الفتره الاخيره كانوا بيشاركوا في التدريبات تدريجيا، يعني الجهاز الفني لديه تحفظ نوعا ما على مشاركتهم بشكل اساسي او الخوض في التدريبات بشكل قوي حفاظا على جاهزيتهم لمباراه النجم الساحلي. بشكل عام تقدري تقولي ان هم الحمد لله تمثلوا للشفاء، لكن ليس تماثلهم للشفاء هو التاكيد على انهم سيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه او حتى على دكه البدلاء. هناك ايضا مران غدا ان شاء الله في برج العرب سيتضح من خلاله بشكل اساسي عودتهم للمباراه او مشاركتهم في المباراه. اي نعم الحمد لله صحيح تمثل الشفاء واصبحوا جاهزين، لكن يعني يبقى في النهايه القرار الفني للكابتن حسام البدري سواء في الاستعانه بهم في مباراه النجم الساحلي او عدم الاستعانه بهم، كل حسب ظروفه في التدريب الاخير، لكن ان شاء الله يعني يستطيع الجهاز الفني تواجد كل اللاعبين في مباراه النجم الساحلي. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. بالعودة الأخبار من جديد، أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن الجماهير العاشقة للنادي ستظل سلاح الأقوى للفريق في لقائه المرتقب ضد النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في إياب دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا. وقال البدري: لا شك أن الجماهير تلعب الدور الأكبر في مساندة الفريق باستمرار، وننتظر دعمها في لقاء النجم الساحلي المرتقب. وخسر الأهلي لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي بنتيجة 2-1 في ملعب سوسة. البدري المدير الفني لفريق الأهلي بمهاجمه المخضرم عماد متعب، موضحا أنه سيكون له دور في لقاء النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا.
وأكد البدري أن عماد متعب وصل إلى استعداد فني وبدني جيد، وهو ما أسعد البدري والجهاز الفني بالكامل، وهو ما كان ينتظره منذ فترة طويلة. يبدو ان في مستجدات حول القائمه والتي يخوض بها كابتن حسام البدري لقاء النجم الساحلي يوم الاحد. نعود من جديد لزميل محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. محمد فيروز، في هذه اللحظات معاكي اعلن كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي قائمه مباراه الفريق التي ستخوض مباراه النجم الساحلي في اياب الدور نصف النهائي في السابعه من مساء الاحد على استاد برج العرب. ضمت القائمه 23 لاعب، وهو بالطبع اجمالي القائمه الافريقيه اذا وضعنا في الحسبان استبعاد حسام عاشور المصاب بمزق في العضله الضمه، وايضا احمد فتحي الذي تعرض للانذار الثاني في لقاء الذهاب ومن ثم ايقافه عن مباراه العوده. 23 لاعب هم قوام قائمه فريق النادي الاهلي، والفريق الذي سيتوجه ان شاء الله منذ يعني خلال لحظات الى استاد الى الاسكندريه لدخول في معسكر في برج العرب. ضمت القائمه شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، ومحمد نجيب، سعد سمير، رامي ربيعه في خط الدفاع، محمد دهاني وعلي معلول وحسين السيد وصبر الرحيل في خط الدفاع والجبهه اليمنى واليسرى. طبعا متواجد عمرو السوليه وبجواره هشام محمد، وليد سليمان، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، جونيور اجاييه، مؤمن زكريا، صالح جمعه، وليد ازارو، وعماد متعب. تلك هي القائمه التي ان شاء الله ستخوض هذه المباراه. بالطبع سيختار القائمه التشكيله الاساسيه ودكه البدلاء، وسيتم استبعاد خمسه لاعبين من هذه القائمه قبل انطلاق المباراه بلحظات. وفي هذه اللحظات فيروز ايضا وانا بتحدث معاكي، اتوبيس فريق النادي الاهلي يتجه الان بيغادر مقر النادي الاهلي بالجزيره متوجها الى برج العرب والدخول في معسكر المورد. كان هذا لدينا من جديد هنا داخل طبعا ملعب التتش، واختيار القائمه الاساسيه التي سيخوض بها الاهلي مباراه النجم الساحلي مساء الاحد باذن الله. شكرا ليك محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، كنت معنا عبر الهاتف من جديد. وكانت هي دي القائمه التي قرر ان يخوض بها كابتن حسام البدري لقاء النجم الساحلي يوم الاحد ان شاء الله ب 23 لاعب. العودة للأخبار من جديد، ألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على المباراة المرتقبة والتي تجمع بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي بعد غد الأحد ملعب برج العرب في إياب دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وذكر الموقع الرسمي لفيفا أن ملعب برج العرب سيشهد معركة متكافئة بين المصريين وضيوفهم التوارسة في إياب الدور نصف النهائي، على غرار موقعة الذهاب والتي شهدت ندية بين الفريقين. وأضاف الموقع ثلاثة انتصارات وتعادلان هي حصيلة الأهلي على أرضه في دوري أبطال أفريقيا، ولغرابة الصدفة هذا هو سجل النجم الساحلي أيضا خارج قواعده، وهو ما يعد بمعركة متكافئة بين الطرفين. النجم الساحلي تفوق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الهدف الذي سجله الأهلي خارج ملعبه من شأنه أن يحسم الأمور لصالحه في حال فوز عملاق القاهرة بنتيجة 1-0. سلطت الصحف التونسية الضوء على المباراة المرتقبة والتي تجمع بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، البداية مع جريدة الصحافة والتي تحدثت عن تركيز كبار فيلاد المدير الفني لنادي النجم الساحلي على استغلال الظهير الأيمن لنادي الأهلي أحمد فتحي عن المشاركة في مباراة الأحد للإيقاف، مؤكدة أن محمد هاني ليس لديه خبرة التعامل مع مثل هذه المباريات المصيرية. ومن جوهرة اف ام الإذاعة التونسية فتحدثت عن حالة التفاؤل التي تسيطر على لاعبي النجم الساحلي التونسي بالعودة من الإسكندرية حاملين بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقالت صحيفة الشروق أن فريق النجم يحلم باستغلال خبرته الواسعة في المشاركات الأفريقية
لتكرار سيناريو نجاحات المواسم الماضية والعودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية. سيداتي آنساتي ساداتي، أطيب التمنيات من استاد القاهرة، واليوم هنا لقاء العودة ومشيئة الله على القدر الطويل. هنا القرعة بين كابتن الفريقين، الأهلي المصري بطل إفريقيا وأهلي بني غازي بطل ليبيا. خطيرة يا الله، مين يكمل أول؟ سليمان، الله عليك، الله. تصوير جول 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 جول. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهايه تراجيديه. السوبر الافريقي رقم 14، الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. وإلى أخبار اتحاد الكرة، حيث تسلم اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية أمام منتخب غينيا في أسبانيا ضمن استعدادات الفراعنة لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا. ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر مواجهة غينيا وديا لرغبته في مواجهة منتخبات أوروبية للتعود على هذه اللقاءات قبل كأس العالم. وإلى أخبار الأندية الأخرى، حيث تعادل فريق الرجاء المطروحي مع ضيفه المصري البورسعيدي دون أهداف اليوم الجمعة باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة القدم. وأهدر الرجاء ضربة جزاء في الدقيقة 80 في عن طريق هاني العجيزي ليحصد الفريق مع مديره الفني عماد النحاس أول نقطة له بالدوري بعد 5 هزائم متتالية. ورفع المصري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، وتعادل بتروجيت مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما في نفس الجولة باستاد الجيش الثالث بالسويس. اعتذر طلعت يوسف المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي عن قبول عرض اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الأولمبي. ورفض يوسف الرحيل عن أهلي طرابلس والذي يرتبط معه بعقد إلى جانب أنه يسير معهم بخطى ثابتة. ويعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة بنهاية الشهر الجاري عن اسم المدير الفني للمنتخب الأولمبي والذي يشارك في أم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020 بطوكيو. يناقش مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام الاستقالة والتي تقدم بها مؤمن سليمان المدير الفني من منصبه. وتلقى المقاصة 4 هزائم في بداية مشواره بالدوري وحصد نقطة واحدة. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي وعندي هدف.
وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث اضطر رجال يد الأهلي إلى إقامة نيرانهم اليوم الجمعة في أحد صالات الجم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والتي هطلت على مدينة الحمامات التونسية في إلغاء النيران والذي كان مقررا أن يقام في أحد الملاعب الملحقة بفندق الإقامة. ويستعد فريق اليد للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية. وكان الفريق قد لجأ إلى إقامة ميران اليوم بعد أن انسحب فريق أهلي طرابلس الليبي من البطولة ومن مواجهة الأهلي في الجولة الأولى. وافق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي على المشاركة في طابور العرض الخاص بافتتاح بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية. ويشارك عدد من لاعبي الفريق في طابور العرض والذي يقام اليوم الجمعة على هامش حفل افتتاح البطولة والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 30 أكتوبر الجاري. أصدر النادي الأهلي لجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد بألوان قميص الفريق الأساسي في البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير الجاري بمدينة الحمامات التونسية. واختار الجهاز الفني لون الأحمر لونا أساسيا واللون الأزرق لونا احتياطيا مع إدراج اللون الأسود كلون بديل تحسبا لأي ظروف. الثنائي المصري نور الشربيني ونور الطيب إلى ربع نهائي منافسات بطولة كارول واملر لسيدات السكواش. فازت نور الشربيني على زميلتها ميار هاني بثلاثية أشواط نظيفة 11-4 11-9 و11-5 بينما تغلبت نور الطيب على الهولندية ميلو فان دير هيدان بثلاثة أشواط نظيفة 11-6 11-4 11-3. وتقابل الثنائي المصري الأسبوع الماضي في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وتغلبت نور الطيب وقتها. غدا السبت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر والمؤهلة لبطولة العالم بإيطاليا وبلغاريا سبتمبر من العام المقبل 2018 بدار حرس الحدود بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة. ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الاثنين المقبل بدلا من الأحد نظرا لانشغال الجماهير بمتابعة لقاء الأهلي والنجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. We'll be right back.
فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، حيث أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي للمرة الثانية في استفتاء أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بالبطولة، وحصل صلاح على نسبة 51% من أصوات الجمهور متفوقا على مهاجم بشتاش التركي جانيك توسان والذي احتل المركز الثاني بنسبة 33%. وأحرز صلاح هدفين وساهم في صناعة هدف في مباراة ليفربول أمام ماريبار السلوفيني والتي انتهت بفوز الريدز بسباعية نظيفة. أعلن نادي ريال مدريد الأسبانية اليوم عبر موقعه الرسمي إصابة حارس مرمى كيلور نافاس لإصابة في العضلة الضامة، غاب على إثرها عن تدريبات الفريق منذ آخر مباراة للفريق أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا. وقالت صحيفة آس الأسبانية أنه من المتوقع غياب الحارس لمدة قد تصل إلى أسبوعين بعد تجدد إصابته. كان نافاس قد أصيب أثناء مشاركته مع منتخب كوستاريكا في تصفيات كأس العالم الأخيرة ليغيب فترة عن النادي الملكي ويعود أمام توتنهام لتتجدد إصابته مرة أخرى. يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد عقود 4 من لاعبيه خلال الفترة المقبلة. وقالت صحيفة سكاي سبورت في تقرير نشرته اليوم أن مانشستر يونايتد على وشك تجديد عقد الرباعي خوان ماتا وأندار هيريرا ومروان فيلايني وفيل جونز، حيث تنتهي عقود ماتا وهيريرا وفيلايني نهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقد جونز إلى صيف 2019. ولكن يسعى نادي الإنجليزي لتجديد عقده مكافأة له على ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة. يواجه نادي روما الإيطالي خطر التعرض لعقوبة قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية الهتافات العنصرية من جماهيره ضد لاعب تشيلسي الإنجليزي أنطونيو رودريغر في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بثلاثة أهداف. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن روما متهم بتصرفات عنصرية وهو ما قد يخالف المادة 14 من قانون اللوائح التأديبية، وستصدر لجنة المراقبة والأخلاقيات والانضباط قرارا نهائيا يوم 16 نوفمبر. We'll be right back.
إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الوفد. كوبر يحضر لقاء الأهلي والنجم الساحل. من المصري اليوم، حسام البدري: جمهور الأهلي أكبر ضغط على النجم الساحلي. من الوطن سبورت: فيفا يطلب تقريرا عن حالة لاعبي الأهلي الطبية. ومن الشروق: الأهلي ينتظر موافقة الأمن للعب استاد القاهرة. من فيتو اليوم: الأهلي يبدأ معسكره في الإسكندرية استعدادا لمواجهة النجم. ومن دوت مصر: الأهلي يجهز محمد هاني نفسيا لموقعة النجم الساحلي. من الأهلي دوت كوم: حسام البدري: أنا سعيد بحالة عماد متعب الحالية. ومن يورو سبورت عربية: الأهلي يستقر على تشكيلته أمام النجم. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 20 أكتوبر من عام 2005، الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز. سجل الأهداف محمد بركات وأسامة حسني ووائل رياض شيتوس. النهارده ايضا في 20 اكتوبر من عام 2016، الاهلي يفوز على اسوان بهدفين نظيفين في الاسبوع الخامس من بطوله الدوري. اقيمت المباراه على استاد بتروسبورت بالقاهره، واحرز للاهلي مؤمن زكريا في الدقيقه 46، واضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقه 76. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.